دكتور عبد الرحيم عسري، رئيس الجمعية المنظمة للمعرض الوطني المهني للسردي. المعرض اللي كيتواجد هنا في السطات اللي غيكون من 21 ل 24 مارس ان شاء الله. يعني واش هذا واحد بغينا تقييم هذا المعرض؟ هذا المعرض كنتوخاو منه هو إعادة الاعتبار للنوع ديال السردي، سلالة السردي، وبالتالي إعادة الاعتبار لكل تربية الماشية ولا سيما ماشية تربية الأغنام، بحيث أن التاريخ ديالها كان عريق مع المواطن المغربي، بحيث حنا كل المناطق فيها موجودة فيها الأغنام، ولا سيما المنطقة المهد ديال السردي اللي هي بني مسكين، تادلة، القلعة، الرحامنة، اللي تعيش مع السردي في المعطيات ديالو الميكروسوسيولوجي. النقطة الثانية اللي كنفخو من المعرض وهو تحسين طرق التجارية لتسويق السردي. السوق ديال السردي محتكر بالسوق ديال العيد، وهو عنده ديبوشي اكثر من داك الشيء. اذا كان ممكن نخدموا عليها، ودابا حنا خدامين عليها على اساس ان نعطيه واحد الدفعه بطريقه طرق علميه لتسويق ونشر هذا الموروث الوطني، لان موروث مغربي ما كيتوجدش في اي دوله، موجود غير هنا في المغرب، حافظنا عليه حتى اليوم، ولكن اليوم ان الوقت باش نخدموا التسويق ديالو والترميز ديال هاد النوع ديال الصرا. نعم، ليس من الارجح هذا المعرض يكون في البروج بحكم انه هو اللي تعرف بالصرا. بالطبع المهد ديالو هو البروج، ولكن كنشوفوا البنيه التحتيه لاستضافه اكثر من 2000 عارض مثلا من كل الستون شي 3-4 الناس، زيادة عن البروج، زيادة عن البنية التحتية. هذا علاش اضطرينا أننا نديرو في السطات وما نديروش في البروج، رغم أن راه البداية راه بدات في البروج، راه البروج فين كانوا دوك المباريات الصغرى اللي كانوا كيداروا على صعيد محلي. دابا فتنا الصعيد المحلي ولينا في الجهة، ولينا دابا في الوطنية، في معرض وطني. الاستفاده بانت من خلال النسخه الاولى، بحيث ان بعد النسخه الاولى كان واحد الطلب كثير على الحوله ديال السردي في الايام اللي كيكون فيها الترميز وكيكون فيها الوشم في مناطق ديال السردي، القلعه او البروج. النهار اللي كانوا الوشم اللي كديروا الجمعيه الوطنيه لمربي الاغنام، كانوا تفاجئوا الناس بالوجود ديال الناس اللي جايين يشريوا الحولات هنا، وبالتالي هذه ارضيه لاشهار ديال المعطيات والوجود ديال هذا السردي. استاذ، شحال من مشاركين؟ عندنا 300 مشارك هنا، فيها 120 مشارك مربي اغنام، وكاين فيها 100 ديال المنتوجات المحليه، وكاينه تقريبا واحد 80 من الاروقه الخاصه بالانغلوفونيو. شكرا جزيلا لك، وبشراكه مع جهه الدار البيضاء ستات، مع الغرفه الفلاحيه للجهه، وايضا مع المجلسين الاقليمي والبلدي لمدينه ستات تحت شعار السردي مفخره وطنيه.
طبعا هي فعاليه الدوره الثانيه هذه هذا المعرض الذي ينظم كل سنتين دائما بمدينه ستاد على مساحه اكثر من 120 الف متر مربع. ونتوقع هذه السنه 300 عارض. من المنتظر ايضا ان يزور المعرض حوالي 200 الف زائر باذن الله، بالاضافه الى الندوات ومجموعه من الانشطه الخاصة بهذا المعرض اللي غيتنظم من ابتداء من يوم 21. بهذه اللحظة السيد عبد الرحيم القريشي النائب الأول للمجلس الإقليمي لإلقاء كلمة بالمناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم المجلس الإقليمي عموما والرئيس خصوصا مصطفى قاسمي، يتقدم النائب الأول عبد الحليم القريشي بكلمة ترحيبية وكلمة شكر وامتنان لكل من ساهم من بعيد أو من قريب في إخراج هذه النسخة الثانية للمعرض الوطني المهني للسردي بسطات إلى حي الوجود. وأملنا كبير في الرقي بهذا المعرض الذي يسعى ولا شك في التعريف بكل المنتوجات الفلاحية المحلية، خاصة بعد فشل مجموعة من المحاولات التي تمت على المستوى الإقليمي في هذا المجال. وأذكر على سبيل المثال مشروع إحداث القطب الفلاحي بالإقليم ومشروع المعرض الوطني للحبوب والقطاني. لذلك أيها الحضور الكريم، فالمجلس الإقليمي كان سباقاً منذ البداية في إخراج النسخة الأولى من هذا المعرض إلى حي الوجود. من ثمرات النسخة الأولى أولاً تسجيل أزيد من 500 طلب بالتصوير. كذلك أيها الحضور الكريم، تم توزيع جوائز وشواهد تقديرية لفائدة أحسن كسابي السردي، هذا بالإضافة إلى ما تم تسجيله في مجال تحريك الرواج الاقتصادي. غير أن هذه المكاسب تبقى دون الطموحات المرجوة التي كان يسعى إليها المجلس من خلال هذا التنظيم، والتي نتمنى من الجميع تكثيف الجهود للوصول إلى الأهداف الحقيقية من تنظيم هذا المعرض والمتمثلة أساساً فيما يلي. أولاً، التعريف بكل أصناف المنتوجات الفلاحية التي يزخر بها الإقليم. ثانياً، السعي لإعطاء هذا المعرض المكانة التي يستحقها وطنياً كما هو الشأن بالنسبة لباقي المعارض الفلاحية المنظمة على المستوى الوطني. وكذلك تحريك التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الإطار والمناخ لتبادل الخبرات والتجارب المرتبطة بأساليب تطوير وتسويق المنتوجات الفلاحية الإقليمية. مجمل الأهداف المنتظرة من تنظيم هذا المعرض الذي كنا نطمح بمناسبة تنظيم النسخة الأولى أن يكون سنوياً، غير أن مشكلة لجان العمل الخاصة بهذا المعرض، وأتمنى أن تحقق نتائج النسخة الثانية الأهداف المتوخاة منها في مجال تحريك التنمية المحلية بالإقليم. والسلام عليكم ورحمة الله. نفرح بمركز الثقافي بإقليم سطات من أجل تنظيم ندوة صحفية للترويج والتعريف بالنسخة الثانية للمعرض الوطني المهني للسردي والذي سيقام مدينة سطات من 21 إلى 24 مارس الجاري. التظاهرة كتنظمها جمعية المعرض الوطني لتربية الماشية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،
وبشراكة مع مجلس جهة الدار البيضاء سطات، الغرفة الجهوية الفلاحية الدار البيضاء سطات، المجلسين الإقليمي والبلدي لمدينة سطات. الشعار المقترح لهذه السنة هو سردين فقرة وطنية. بالنسبة للخصائص ديال هذه النسخة الثانية مقارنة مع النسخة الأولى، لأنه رفعنا من المساحة ديال الأقطاب باش نستقطبوا العديد من الزوار، وكذلك باش يكون عندنا فضاءات ديال يحطوا فيهم الشركات الخاصة والمؤسسات العمومية والشبه العمومية، باش كنخلقوا ذاك الفضاء المهني للتبادل ديال الخبرات والتجارب. كذلك من بين الأهداف ديال هذه النسخة هذا هو خلق ديناميكية اقتصادية بإقليم سطات وتعريف المؤهلات الفلاحية. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.